الكرام، دعونا ننتقل معكم إلى هذا التقرير، حيث سجل الجناح الكويتي في الإكسبو العالمي بميلانو رقما قياسيا جديدا بعدما وصل عدد الزائرين للجناح إلى 200 ألف زائر. صاحبة الحظ هذه المرة كانت سيدة إيطالية، قدم لها القائمون على جناح الكويت هدية تذكارية من جناح دولة الكويت في إكسبو ميلانو 2015. رقم قياسي جديد، رقم سجله الجناح الكويتي في الإكسبو العالمي بميلانو، الزائر رقم 200 ألف. فبعد الشهر الأول من عمر الإكسبو وصل عدد الزائرين الذين يزداد إقبالهم على الجناح يوما بعد يوم إلى 200 ألف زائر. وكان صاحب الحظ لهذا الرقم سيدة إيطالية تعمل معلمة في مدارس الأطفال. كما أنا سعيدة اليوم بهذا الرقم قبل أن أشاهد معروضات جناح دولة الكويت الذي أصبح حديث كل الإكسبو ومثال إعجاب للجميع. نحن سعيدين اليوم بوصول الزائرة رقم 200 ألف إلى جناح دولة الكويت، ونحن نشكرها على هذه الزيارة، وبالطبع نشكر كل الزائرين لجناح دولة الكويت. جناح دولة الكويت كما نرى وكما يرى المشاهدون الإقبال عليه كبير، واليوم يعني وصول الزائرة رقم 200 ألف هو إنجاز كبير لجناح دولة الكويت ولمشاركة دولة الكويت في إكسبو ميلانو 2015. شكرا لتواجدك اليوم معنا ونحن سعيدين بهذا التواجد. مدير الجناح محمد البداح قدم للزائرة رقم 200 ألف هدية الجناح التذكارية وسط تصفيق جموع الزائرين، وقام الفريق الكويتي لتشغيل الجناح بتقديم التهاني لصاحبة الرقم القياسي. الحمد لله، كان هذا إنجاز لجناح دولة الكويت في تحقيق الرقم 200 ألف، وهذا يعتبر من الأرقام المنافسة للأجنحة المشاركة في معرض إكسبو ميلانو 2015، وهذا يعتبر إنجاز لدولة الكويت ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية. الزائرة رقم 200 ألف قامت بجولة في الجناح صحبة أسرتها وزميلاتها، وأبدت تقديرها الكبير كسائر الزائرين للدور العالمي لأمير البلاد المفدى حفظه الله كرائد للعمل الإنساني. إدارة الإكسبو العالمي تتابع باهتمام وتقدير كبيرين الإقبال المتزايد للزائرين على الجناح الكويتي، ما يساعد في وضع الجناح على قمة الترتيب عند التصنيف النهائي للأجنحة المشاركة. حمدي صالح، تلفزيون الكويت، من أمام إكسبو ميلانو العالمي.